السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا أصدقائي، مثل ما أنا شايفين في قدامنا قسيمة راتب لعامل بأحد المؤسسات فيها كثير أرقام وكثير بنود. رح نغطي بهذا الدرس أهم هاي البنود يلي هي البروت، الأجي، السيسيكا والجالير فيرجسي ومواضيع أخرى رح نغطيها بالدرس اليوم، خليكم معنا. خلينا بالبداية نروح على هذا القسم. من هون ملاحظين كلمة بروت. بروت ككلمة معناتها غير صافي أو إجمالي، يلي هو راتب الموظف قبل ما نطرح منه الضرائب. الآن ومن نفس المجموعة إذا حكينا عن بند اسمه جالير فيرجسي مطرحي، هو راتب الموظف بعد طرح ضرائب السيسيكا منه، لكن مو كل ضرائب السيسيكا، خلينا نشوف سوا. ومثل ما أننا ملاحظين أنه السيسيكا مقسومي لقسمين، قسم يتم تحصيله من قبل العامل ونسبته 14%، وقسم يتم تحصيله من قبل صاحب العمل ونسبته 20.5%. هدول الـ 14% والـ 20.5% بيتوزعوا على عدد من البنود الفرعية، من التأمين الصحي، من حوادث العمل، ومن الراتب التقاعدي. إذا 14% من راتب هذا العامل رح يتم اقتطاعه لصالح السيسيكا، ومثل ما أننا ملاحظين 2558 اللي هني البروت إذا ضربناهم ب 14% بيطلع 358، هدول اللي يتم اقتطاعهم من قبل العامل، وأيضا في 20.5 من البروت لازم يتم اقتطاعه من صاحب العمل، وهذا الرقم يلي هو 2174 يلي هو البروت يلي هو 2558 ناقص 14% منه يلي هو 358 حصة العامل يلي رح يدفعها من السيسيكا أو التأمين الصحي، بيطلع عنا الجالير فيرجسي مطرحي 2174. هذا الرقم يلي هو 2174 بناء عليه رح يتم احتساب ضريبة الدخل. إذا ضريبة الدخل بتحتسب على الراتب بعد اقتطاع السيسيكا منه، مو قبل اقتطاع السيسيكا. إذا هلأ رح نحسب له ضريبة الدخل لهذا العامل على 2174 يلي اسمه جالير فيرجسي مطرحي، يعني هو المحل يلي بيبين الراتب يلي بناء عليه رح تنحسب ضريبة الدخل. خلونا سوا نتعرف على نظام ضرائب الدخل بتركيا. تعتمد ضريبة الدخل بتركيا على نظام الشرائح. هناك 4 شرائح كما ترون على الشاشة. الشريحة الأولى إذا كان الدخل السنوي إلى حد 18000 ليرة تركية سنويا، فبتم اقتطاع 15% من الراتب فقط. يعني عمليا إذا كان راتبك 18000 ليرة تركية سنويا، فرح يتم اقتطاع 2700 ليرة تركية من راتبك سنويا. الآن إذا كان الراتب يصل إلى حد 40000 سنويا، فيتم اقتطاع 2700 اللي هن 15% من أول 18000، يعني أول 18000 تطبق عليهم الشريحة الأولى، ويتم اقتطاع 20% للفرق يلي هو 22000، يعني 40000 ناقص 18000 بيطلع 22000. عملية مثل ما نكون شايفين بعملية حساب بسيطة، 18000 ضرب 15% بيطلع 2700، هدول بيتم اقتطاعهم سنويا عم نحكي. وكذلك يتم اقتطاع 40000 ناقص 18000 بيطلع 22000، 22000 ضرب 20% بيطلع 4400، يعني عمليا بيتم اقتطاع 7100 منك بشكل سنوي. نفس الكلام على موضوع إذا كان الراتب لحد 98000 سنويا، إذا ضريبة الدخل بتركيا حسب الشريحة يلي بينتمي إليها الراتب. مشان ما تعذب حالك كتير باحتساب ضريبة الدخل، ممكن تفوت على جوجل تكتب جالير فيرجسي حساب لما، وممكن تفوت على أول نتيجة بتطلع لك. مثل ما حكينا إذا كان المطرح يلي هو الراتب بعد طرح السيسيكا 40000 بيطلع 7100. ممكن أيضا نطبق هذا الموضوع على العامل يلي عنا 2174 راتبه. إذا رحنا لهون كتبنا 2174 بيطلع 326 فعلا، مثل ما هني حاطين 326. وطالما فتنا بهذا القسم خلينا نشوف ضريبة الاشتزليك أو ضريبة البطالة. مثل ما أننا شايفين ضريبة البطالة مقسومة أيضا على قسمين، جزء منها بيدفعه صاحب العمل ونسبتها 2% من البروت، والجزء الثاني بيدفعه العامل ونسبتها 1% من البروت. وأيضا هون مثل ما أنكم شايفين في شيء اسمه دمجة فيرجسي نسبتها 0.75% من الراتب. وآخر شيء رح نحكي عنه بهالفيديو هو الأجي الأصغري جيتشيم إندريمي. خلينا نشوف سوا شو يعني الأجي أو الأصغري جيتشيم إندريمي. أقرب مقابل له بالعربي هو التعويض العائلي، وهو مبلغ بيمنح للعامل حسب وضعه الاجتماعي وعدد أطفاله. فمثلا إذا كان أعزب بياخد 191 ليرة، إذا كان امرأته لا تعمل إذا هو وياها بس 230، إذا عندهم طفل واحد 259، إذا عندهم طفلين 257، 3 أو 4 أو 5 أطفال 326. الآن إذا متزوج ومرته تعمل بياخد 191، إذا عندهم طفل واحد 220، طفلين 294 مثل ما كنتم شايفين بالجدول اللي قدامكم، 3 4 5 أطفال الأرقام الموجودة قدامكم.
بالعودة إلى العامل اللي عم نناقش حالته، بدي اياكم تكتبوا لنا بالتعليقات هذا العامل كم ولد عنده، هل هو متزوج أم لا، علما أنه مثل ما انكم شايفين الأجي تبعه 326.